السيد وزير النفط يقول بأنه 7 مليون لتر يوميا يتم تهريبهم من البنزين عبر الإقليم، ومن الإقليم إلى دول خارج العراق. السؤال، هاي السبعة سبعة قد 7 مليون لتر، حتى رقمهم صعب، يحتاجين فد 400 300 تريلة حتى توديهن، بظل وجود كل الكاميرات الحرارية والأجهزة الأمنية والرواتب اللي تصرف لهذه المؤسسات. أصلاً تريد تتعين بها لازم تعطي فد 50 60 ورقة، يلا اسمك يطلع له، تجيب لك تزكية من واحد واصل كلش. يعني هذا الموضوع، ويتم عبر الإقليم، واللتر مال البنزين بالإقليم ب 1350 و40 لتر أسبوعيا تعطى للمواطن. فسخ لي هاي المعادلة الصعبة، شلون دا تصير؟ مين دا يفوت مدني ال 400 تريلة أو صهريج اللي تحمل 7 مليون لتر من البنزين تهربا إلى الإقليم، من الإقليم إلى الخارج؟ أنا ما أعرف شلون حسبها معالي الوزير. عدادات غير عده، غير عدادات عده. ما شاء الله، يعني هو اتحول الى وكاله انباء، يعني هو هسه مجرد وكاله انباء يقول لك والله انباء. زين انت اجراءات الوزاره حتى توقف التهريب، شنو عندك اجراءات؟ ما عنده اجراءات. يعني هو ما يقدر، الظاهر انه هو ما يقدر هو ضحيه المدراء العامون العامين الذين في الوزاره، لان هم هؤلاء مافيات وقوى متسلطه في الوزاره، ولها قوتها ولها تاثيرها على القرار داخل الوزاره. بدليل ان الوزير الان لا يقدر يفعل شيء، ما يقدر يسوي شيء. ولا يقدر يوقف هذا المهزله، لانه هاي 7 ملايين يوميه. يوميه 7 ملايين اي تسرق من العراق. وين الدوله؟ طيب هي ماكو دوله، هي ماكو، يعني هو ذا وزير. لا اكو 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 دوله، اكو وزاره الداخليه ودفاع واستخبارات وامن وطني ومكافحه الارهاب. اسمح لي خليني احكي لك شغله. هو الان يفترض ان يكون عنده تصرف عاجل وسريع لحمايه ثروه العراق. اثنين، هو الان من اعلن هذا الرقم، يعني وزاره فاشله، وزاره الان هي الان طرف بالتهريب الان، التهريب من وزاره النفط. لكن الان شو نسوي احنا؟ نطلع همر وي كل ناقله بنزين، طلع يا همر. هو اللي يهرب 7 مليون تعيقه همر؟ لا، هذا دولة داخل دولة. هذه دولة داخل دولة، هذه وزارة داخل وزارة. أصلا الوزير يجوز ما يدري هذا، جت الإحصاء. والله والله العظيم، ثق بالله، وزارة، يعني هذا وزارة داخل وزارة. طيب، أكو قوة داخل وزارة النفط أقوى من الوزير، لأنه هذا الآن هو إفلاس وإعلان من قبل وزير النفط بالفشل. يعني الوزير فشل، وكلاء فشلوا، المدراء العامون فشلوا، الوزاره فشلت في ايقاف مهزله تهريب النفط. زين استاذ ابراهيم لما نقدر نشخص او انها تتفرج. استاذ ابراهيم لما احنا ما صار لنا ساعه وقدرنا نشخص وين الخلل وكيفيه طرق العلاج، حضرتك انت تحلل سياسي والدكتور هنا خبير بالطاقه ويعرف، وهذا مجاله، لما احنا بنص ساعه قدرنا نحلل ونفسخ الامور ونعرف وين نقاط الضعف والخلل وممكن نعالجها. ايش قد من المسؤولين، سؤالي هذا، ايش قد من المسؤولين يستمعون لاهل الاختصاص؟ من 100 اعطيني بالنسبه والتناسب. مسؤولين عندك صناع قرار، ايش قد من ذولا يسمعون؟ ولا واحد. عزيزي المسؤول، مستحيل. اولا خليني احكي لك قضيه. ايه؟ المسؤول بالعراق شو يسوي عمر؟ اول ما يصير على الكرسي شو يسوي؟ اولا يروح يطلع شهاده، هو اذا عنده ما فكر دروس زين، الخير على زين، يروح يدور ماجستير، يدور دكتوراه، لان مشغول هو يطلع شهادات. زين يودي واحد لمصر ولا واحد بلبنان، يوديه مكتبه يدرس، يقرون بمكانه حتى يجيبوا له شهاده، يدفع فلوس الموازنه الدوله. اثنين، اذا استقبل، هو من يستقبلك؟ هو احنا تطي برنامج يضمونه، تطي برنامج تطوير حاله معينه او لحل مشكله او حل ازمه، يضيع البرنامج. لا، يشتغل عليه، يشتغل ضده، لانه هو ما يسمعك، هو يسمع وداعتك. والله الوزير او المسؤول هو يسمع ام الصالون اللي تروح، اللي تاخذ زوجته تسوي شعرها وغير شغلات يسمعها، مدير مكتبه يسمعها، ابو اللجنه الاقتصاديه التابع لها الحزب يسمعه. هذا 24 ساعه مكنك وياه 24 ساعه. اما انت واني ما حد يسمعنا، ما
حد يسمعنا. طيب فما اخذ حد يسمعك زين، لانه هو عنده خطوطه. انا في يوم اتصلت بوزير، اتصلت بوزير نعم، فحكيت على القضيه، ثق ما جاوبني ابد، ما جاوب. اكو قضيه فساد موجوده بوزارته، ما جاوبني. شنو يعني الوزير متورط في هاي القضيه؟ زين الوزير متورط في هاي القضيه. دكتور.